أوقاتكم ومرحبا بكم من هنا من مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية هنا في المحالة هنا في الجنوب فارس الجنوب أمام فارس نجد وفارس الفرسان الدون في هذه الصورة وفي هذه اللحظة وفي هذه اللقطة لقطة جولة التأسيس هنا في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو في هذه الصورة اللاعب الذي ينطلق في بداية أفضل تذكر ببدايته وبالأرقام مع يونايتد في الفترات الأخيرة ولعل ما ترك وأحدث منح الفوز للنصر في مسومة من جديد بترسل عالية فيها عند المقدمة في ظل غياب برونو دوارتي نسوا أن فارس الجنوب طامع تلك السلسلة 6 أهداف في هذه السلسلة سجل لنكونا غريب والثنائية في المحالة وكرة بالخطأ لتصل لضمك وفي خطأ لمصلحة نادي ضمك خالد بريس أشار بالصواب حديث الانتظار من بدران الكرة بترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب وركلة مرمى لمصلحة نادي محك حقيقي على مستوى المنافسة والصراع كرة فيها راية وحالة تسلل على العربي السوداني وصلت إلى آدم ماهر والانتظار والعرضية الكرة يتقدم خيبري مساء بالنسبة لعشاق العالمي الكرة بتوصل على طول تحرك موجود من غريب تغطية ناجحة من حسون الخيبري تغيير اللعب عند الغنام تحضير لكن الكرة بنجاح لمصلحة نادي ضمك شافعي يرسل الكرة لكنها طويلة غريب على الجهة اليسرى كونان محاولة تبعد سلطان بيحول الله كملت لم تكتمل أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة مطالبين بريس باحتساب شيء القائد فاروق شافعي القرار ركلة جزاء نعم ركلة جزاء وبطاقة صفراء لفاروق شافعي يتقدم كريستيانو رونالدو الله نصر الدون يضرب نعم نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر الله فخامة الاسم والرقم واللون والقدوة فخامة الدون فخامة كريستيانو رونالدو فخامة النصر فخامة فارس نجد تضرب في البداية أمام فارس الجنوب ويعلنها من هنا في جولة التأسيس صدارة وحيدا بها مكتفيا بها متصف بصعوبتها في أرضية الملعب الكرة بتوصل رايح يخالفني نفس الشعور الذي يحضر أيضا في الشرائح في مباراة النصر والوحدة في ليلة الله الآن الغناب إلى كريستيانو وقف فيها مصطفى زمان وقف فيها الجماهير وقف فيها المدرجات والناس رفع أسعار التذاكر للجهة اليسرى تصل إلى هلال عربي سوداني الله من جانب آخر الكرة تصل الأرض الكبير الذي يتركه جعل الجميع الآن هنا تقدم كريستيانو رونالدو أهداف وصناعة الكرة بتوصل الكرة بتبعد انتظار للمساندة الغنام بعرضية الكرة بتصل بالغيابات والظروف النصر يضرب بالثالث ربما لكرة الرد غريب يفضل التسديد أو التمرير لم النصر يضرب من البداية لا ردة فعل بالنسبة لي بدايته كذلك أمام الشباب كرة الآن عايش في الصندوق عايش في الجو الدون الله على التسديد لكن الرد
وذهبت إلى الخارج. أهلا جاي يلعب يستمتع يعيش الأجواء. إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طالت، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسلل مرعبا للخصوم. الكرة بتوصل لاسي ضمك يستعيد عافيته الفنية. هل يسجل؟ انصد على طول من جديد. حسون تغطية، لذلك أقول أن المباراة سيطرة كاملة بل اكتساح. لكن هنا العقيدي ينجح، كريستيانو رونالدو ينتظر للمواجهة ويتحرك ويقع على أرضية الملعب والمطالبة عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن أضاع الانطلاق. ليلى من ليالي توم، كرة إلى كونان، فقد الفاول. الله 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 الله. الله 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 الله. هذه الكرة ولا فلق، هذه المتعة ولا فلق، هذا الفن والطرب ولا فلق. الله يا غريب، غريب مو غريب على لمساته ومهاراته.